اروح لكابتن عمرو. كابتن يعني يمكن مشوار صعب، واكيد المشوار ده بقى فيه اصعب ماتش انت فاكره، واكيد فيه اسهل ماتش او اضعف طبعا ماتش. ايه هم اصعب واسهل ماتش؟ يعني هنيجي بالاصعب طبعا، ان ماتش انبي كان ماتش يعني يعتبر هو نص منتخب مصر، احمد صالح واحمد نديم اللي هو اللعيبه المصنفين في مصر رقم واحد ورقم ثلاثة محليا. كان ده الماتش الاصعب بالنسبه لنا. الحمد لله طبعا كسبنا الماتشات كلها 3-0، بس ده الماتش الاصعب كان صعب. يعني حسينا ان احنا الماتش كان محتاج لعيبه مصنفه طبعا الماتش كان فيه تركيز قوي وكان فيه اهتمام، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسبهم مرتين 3-0. انا من وجهه نظري بتكلم فنيا، يعني ما اقصدش اي حاجه تاني، انا كنت بالنسبه لي الماتش الاسهل فنيا كان ماتش الزمالك، مع احترامي طبعا نادي الزمالك. احنا كسبناهم مرتين 3-0، المرتين الحمد لله كان بسهوله فنيه كمان، يعني الماتشين اللعيبه مختلفين لعبوا بعض، كان بالنسبه لنا الماتش الاسهل يعني. كان ماتش فنيا في الدوري المجمعه الاهلي بشكل كبير وكان اسهل. طب كابتن، يمكن 11 سنه مش بس بطوله الدوري اللي احنا واخدينها، لا ده احنا واخدين كل الايفنتات كمان ما شاء الله. يعني الانجاز ده يعني اصل خلي بالك الناس بتيجي تقول لك ايه مثلا، اصله احنا مثلا اصله خسروا السيدات. طب ما احنا بقى لنا 11 سنه حضرتك بنكسب كل البطولات رجال وسيدات بكل الايفنتات، ترد على يعني المشككين بايه؟ انا هرد طبعا كابتن ان هو في كلام بيتقال ساعات غريب جدا ان فرقه غير الاهلي مسيطره على تنس طاوله. احنا بقى لنا 11 سنه متواصل ما بنخسرش ايفنت، مش رجال وسيدات بس، من 12 سنه 15 سنه 18 سنه اولاد وبنات، 21 سنه اولاد وبنات، خسرنا ايفنت واحد بس تقريبا طول السنين اللي فاتت، ايفنت 18 سنه ده الايفنت الوحيد اللي خسرناه. احنا بنلعب في اخر بطوله لعبناها، لعبنا الزمالك 8 مرات في 8 ايفنتات، كسبنا 7-1 زي بالظبط كده ماتش كوره، انت بتكسب الزمالك 7-1، احنا كسبانين 7-1، احنا ما بنخسرش الحمد لله بقالنا سنين طويله جدا. وافريقيا وعربيا، لا انا بتكلم محليا، غير الانديه العربيه غير الانديه الافريقيه. طبعا احنا الحمد لله مسيطرين سيطره كامله بدون ما فيش اي منافسه خالص الحمد لله. الحمد لله بسبب اللي احنا فيه، احنا كل فرقه على فكره كل فرقه فيها اسامي كبيره، بس احنا شغالين طول الوقت ما بنقفش. صحيح. في اي وقت بنشتغل وبنشتغل الحمد لله، ودي نتيجه الشغل الحمد لله.